وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران كاتب والباحث السياسي مصدق بور. أستاذ مصدق مرحبا بك معنا. إذن إيران تلوح بقطع التعاون والعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ليس أول تقرير، هذا الثاني للوكالة بنفس المضمون وبنفس المطالب بحق طهران. لماذا الآن هذا التصعيد، وهل تقدم حقيقة طهران على قطع التعاون مع الوكالة؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني هذا الموقف الذي اتخذته طهران هو في الواقع رد يعني على ما حدث قبل أيام قليلة، يعني فيما يتعلق بتمرير مشروع قرار أمريكي وأوروبي متمثل بالتريكا، يعني الدول الثلاث فرنسا بريطانيا وألمانيا ضد إيران، ويتهمون إيران بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويطالبونها بالتعاون، في حين أن إيران هي متعاونة، هي تؤكد دائما وكما تفضلتم أيضا، وكان هذا في ضمن أو في سياق التصريح الرسمي الإيراني، إيران تتعاون مع الوكالة الدولية، والوكالة الدولية هي على بينة بكل شاردة وواردة في البرنامج النووي الإيراني. يعني إيران قبل أن تقدم على أي عمل هي تستشير هذه الوكالة وتشعر هذه الوكالة. أستاذ مصدق، ولكن رغم ذلك أستاذ مصدق يعني المسألة المتفجرة دائما هي ثلاث مواقع أخذ عينات من ثلاث مواقع غير معلنة، ارتفع مخزونها من الوقود المخصب بدرجة أقل من درجة صنع الأسلحة، ولكن إلى مستويات قياسية. إلى غاية اليوم فشلت إيران في تقديم معلومات أو تبريرات تقنية مقنعة لمختلف الأطراف بما فيها الوكالة. اللافت أكثر أنه هناك إصرار من إيران على كان إغلاق هذا الملف وفق شروط ربما العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وهو أمر فجر الوصول إلى اتفاق بالنهاية. وبالتالي هناك إصرار إيراني على عدم الإجابة وإصرار من الوكالة على أخذ الإجابات. أنا أعتقد يعني إصرار الوكالة على أخذ الإجابات، يعني أساسا هذا الملف انتهى، هذا الملف هو ملف قديم فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم التي يدعون بأنه تم العثور عليها في ثلاث مواقع غير معلنة من قبل إيران. يعني هذا الموضوع هو يعود إلى ما قبل عام 2015 عندما أبرم هذا الاتفاق، ولا وبحث ونوقش هذا الموضوع وتم الاتفاق حوله. إيرانية أجابت على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحين ذاك يعني آنذاك أعلنوا بأن هذه الإجابات هي كافية وانتهى الموضوع، ولكن إيران كانت مصرة على دمج هذا الموضوع في أحد بنود الاتفاق، ولكنهم قالوا لا حاجة لذلك ونحن سوف نبعد يعني هذا الملف. هذا الملف بقي عائما واليوم هم يطرحونه. إيران حصة إيران يعني في البرنامج النووي العالمي، يعني كل الأنشطة النووية في العالم هي 2%، في حين أن 25% من حجم عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة هي مركزة على إيران. يعني إيران هي تدفع أكبر ثمن. أنت قلت أنهم اقتنعوا ورضوا الآن يفتحون هذا الملف بأي هدف؟ إذا كانت إيران قد قدمت الإجابات المقنعة، لماذا لا تعيد وتقدمها مرة أخرى وينتهي كل هذا الجدل، خاصة وأن البعض يتحدث إلى إمكانية اللجوء إلى خيار السناب باك واللجوء إلى مجلس الأمن؟ هل يعني إيران تقبل بهذا، خاصة وأنها طالما ربما واجهت أو حاولت تفادي هذا السيناريو؟ نعم، كلامكم منطقي صحيح ودقيق، شكرا. إيران هي رغم أنها أعلنت يعني هي أعطت الإجابات وظهر من جديد يعني سوء تفاهم وطرحوا هذا الموضوع وتشبثوا فيه. إيران قبل أشهر هي أعلنت من جديد أنها مستعدة لاستقبال وفد الوكالة، وقبل فترة يعني توجه رئيس المنظمة الوطنية الإيرانية للطاقة الذرية إلى فيينا واجتمع مع الروسي، وكانت هناك اجتماعات وتم الاتفاق على نية وفد من الوكالة الدولية إلى طهران، ولكن طهران اشترط شرط واحد، يعني أن تكون الأجواء التي تخيم على مسار هذه المفاوضات تكون أجواء مهنية حرفية بعيدة عن التسييس، بعيدة عن التهديد والضغط السياسي والضغط الاقتصادي، ولكنهم لم يلتزموا بذلك. مرروا مشروع قرار
في مجلس المحافظي الوكالة يعني يريدون أن يأخذوا بهذا القرار إلى مجلس الأمن، واستخدام آلية الزناد بموجب المادة إحدى المواد الاتفاق المبرم في عام 2015. طيب باختصار أستاذ مصدق، يعني ما هي خيارات أمام طائرة إيران السابق. وكيف ستتعاطى في حال اللجوء إلى مجلس الأمن أو إحالة هذا التقرير إلى مجلس الأمن وإمكانية فرض عقوبات دولية ربما من هذه الخطوة كما يراهن على الأقل الغرب؟ هل الطريق ممهدة؟ هل تراهن إيران على مواقف مؤيدة من الصين وروسيا؟ طبعا يعني الصين وروسيا هم عضوين يعني في مجلس الأمن الدولي، يعني عضوين دائمين، ولكن موضوع آلية الزناد يعني إذا ما خضعت إيران يعني أو استخدموا هذه الآلية ضد إيران يعني بموجب الاتفاقية المبرمة في عام 2015 ربما من الصعب يعني استخدام حتى الفيتو، ربما الفيتو أيضا لا يجدي نفعا، ربما يتقدموا بهذا المشوار ويتجهوا نحو وضع إيران تحت طائلة البلد السابع وفرض عقوبات أكثر عليها. ولكن بصراحة إيران تتعرض حاليا لأقصى وشد وأكبر العقوبات حسب زعمهم، أن هذه العقوبات لا مثيل لها، فريدة من نوعها وغير مسبوقة طوال التاريخ، يعني لم تستخدم عقوبات بهذه الكثافة وبهذه القوة والشدة ضد دولة كإيران. يعني باعترافهم ترامب قال هذا الكلام، و الإدارة الأمريكية الحالية أيضا تقول هذا الكلام. اليوم الأوروبيين أيضا يفرضون عقوبات وحظر على إيران، يعني ماذا بوسعهم أن يفعلوا يعني أكثر من ذلك؟ على حال إيران تعول على روسيا، تعول على الصين، تعول على تحالفاتها الجديدة، تعول على توجهها نحو الشرق وفتح أسواق جديدة لاحتواء هذا الحظر الاقتصادي ضدها، ولكن هذا الشيء لا يجديهم نفعا بصراحة. نعم. يعني إيران قادرة حاليا حتى في ظروف الحظر، حاليا إيران مرتفعة للعقوبات، والولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول الثلاثة لا تمثل كل الكرة الأرضية وتمثل كل العالم. واضح أستاذ مصدق، للأسف انتهى وقتنا المخصص لهذه المقابلة. تعاون مع إيران حاليا. شكرا جزيلا لك. هناك أسواق. نعم. كبيرة أيضا. شكرا. بإمكان إيران أن تدخل هذه الأسواق.